نمتي؟ كيف نمتي وعم تردي علي؟ كيف بدي نام وانت كل 5 دقايق عم تجي تفيقيني يعني؟ اكسكيوزي ما انا بس كان بدي اسالك سؤال واحد، لو في مجال بس تصحصحي وتسمعيني. اذا عن سلبياتك فانت بتطير العقل وما عندك ولا سلبيه، كلك ايجابيات بايجابيات. ميرسي ميرسي، بس مو هذا السؤال. لكن شو بدي اسالك عن هذا الدكتور ايمان. هلا كل اللي بيروحوا لعنده دائما يعني هيك بيستفيدوا بتحولوا هيك لناس مثلك يعني هيك اتغيروا بس للأسوأ. طيب شو مشان محاضرة هي تنظيم الوقت؟ صدقيني كله علاك بعلك، وأساسا أنا ما عندي وقت أحضرها. يي مو من الصبح كنتي عم تقنعيني إنه إذا أنا بروح لعند دكتور يمان كتير شغلات بحياتي بتتغير؟ نو المشكل بدل ما أنا أقنعك أنت قنعتيني. دكتور يمان واحد جهل، أنا ما بعرف كيف كنت ضوع مصاريه بمحاضرات وكورسات بلا طعمة. قال شو استمتع بالأكل. هلا صحيح نحن بنعرف هيك شغلات، بس كمان يعني نحن بحاجة لناس يقولوا لنا كيف ننفذ هدول الأشياء بطريقة عملية. من الآخر هنادي شو بدك؟ يعني أنا كنت عم فكر بيني وبين حالي لما كنت قاعدة أنا وحالي، عم أقول إنه بلكي بسجل معك بشي كورس يعني ممكن أستفيد. والمكتب؟ ها ما يهمك من المكتب، أنت ليش شكلانه من المكتب؟ يعني أنا هالفترة ما عندي ضغط كتير، وحتى ما بعرف ليش الناس ما عاد عم تتزوج هالأيام، غريب. طيب هالنودة بونوي، يعني بكرة بروح معك؟ عن جد بدك تروحي؟ بختك. تري بيان. يعني أنا بحياتي ما اقتنعت بكلام رانيا ولا هذا الدكتور يمان. يمان لك أنا ليش أجيت؟ جيت مشان فارس. بستخر فارس، يمكن هاد اللي موترني. أكيد هاد اللي موترني. موترني تأخر تأخر كتير ما؟ لا هذا وقته، بس نحنا جايين بكير. يعني ما أقول ما يجي الدكتور يمان؟ ايه دكتور يمان. انا اسف على التاخير يا جماعه. هنادي فارس. فارس الك هنادي بتتذكرها بس رانيا لا، مع انها كتير متغيره، بس شو هالصدفه الحلوه. ما كنت عرفانة إنه بهاللحظة رح يتغير شي بحياتي، شي كتير مهم، شي يمكن يغير كل حياتي. بعدين مو غلط، مو غلط أبدا، كمان يعني ممكن الواحد يجرب شي بحياته، شي من شي بس مو كل شي. إن فيت حاسة إنه هالدكتور بلش يغير فيني شيء. القاعدة الأولى بتقول يا أساتذة إنه ينبغي إنه نمنح الأشخاص الآخرين أعذار أحسن ما نعاقبهم على أخطائهم. بس دكتور في أخطاء لا يمكن إنه تغتفر. ومين اللي بيحدد إن الأخطاء تغتفر ولا لا تغتفر؟ نحن. إيه لا 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 لا، لأنه أحياناً نفس الأشياء اللي نحن بنشوفها إنها خطأ وبتجرحنا، في أشخاص تانيين بشوفوها إنها عادية وأقل من عادية. هلا ما أعتقد إنه أنا ذكرت في المحاضرة السابقة إنه نقبل بالأشياء اللي الناس بتعطينا إياها، مو يلي نحن منحلم فيها. برافو برافو يا هنادي. دكتور يمكن أزمة الناس إنه بينظروا للأشخاص اللي حواليهم على إنهم مصدر تعاستهم. لهيك أنا بقول إنه ما نبحث عن الأطراء من الآخرين، كونوا مثل ما أنتوا صادقين من برا ومن جوا،
يعني لا تطلبوا من الآخرين أنه يتقبلوكن على حقيقتكن، ينبغي أنه تتقبلوا أنتوا بالأصل. أوكي صبايا، شوفكن. ما تنسى تفكر أنك تكون إيجابي. ها حاضر هنادي باي. سمعتي شو قال؟ شو قال؟ قال هيك قال هنادي. ايه شو لازم يقول؟ هنادي يعني بس هيك طلعت من تمه كتير كتير هيك مزيك. ايه بس مدري ليش حسيت انه هنادي اللي بيقولها قدري بالحلبة بتطلع احلى. رانيا يا هنادي. رانيا هنادي طولي بالك، ما قال لك الدكتور يمان لازم تسيطر على اعصابك.